دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة. سيادة الوزير طبعا بيشرح تفاصيل كثيرة عشان نصل لكل التساؤلات اللي موجودة في دماغ كل واحد، مش هخلص إلا لما نسألها وناخد إجابات واضحة. ولكن في دولة بتشتغل، هل الدولة النهاردة سعداء بالست ميداليات ولا لا؟ سيادة الوزير سعداء ولا ده كان طموحنا الستة، ولا كنا نتمنى أكتر من كده، ولا إيه توقعاتنا؟ في فرق ما بين حاجتين. نتمنى كتير جدا. الواقع بتاعنا، انا قبل البطوله يمكن قلت من 3 إلى 5 ميداليات. نعم. عشان انا رايح بالقصه اللي انا شرحتها لحضرتك. نعم. ودارس بالظبط، ودي في التخطيط يعني بيسموه ايه، هقول بالانجليزي والعربي يعني نون اوبتيمستيك، يعني دراسه غير متفائله، فلما نجيب اعلى منها بيكون يعني متوقعين لاعلى منها. في الحقيقه انا قلت من 3 إلى 5 مبني على ارقام ومبني على دراسات كويسه جدا. احنا فقدنا رفع الاثقال وهتكلم فيها لوحدها مع حضرتك، رفع الاثقال ايه وعملنا ايه كدوله مصريه. البديل كان الكاراتيه اللي موجود، وفي بعض الرياضات بنحطها عشان بنبني جيل اللي هو هنكمله، وفي بعض الرياضات هجيب بيها متوقع، وفي احتمالات اداره الملف والموضوع هناك، ظلم تحكيمي، قرعه، اللي هي العوامل المختلفه يعني. احنا السلايدز او الحاجات اللي انا بعرضها. نعم. على حضرتك، احنا الكلام اللي انا قلته خلاص هو من 2016 ل 2021، الفتره اللي احنا شغالين فيها. كان لازم اشكل لجنه علميه، خطط للاتحادات لاعداد اللاعبين، مواجهه تحدي جائحه كورونا، اوفر الدعم الحكومي، جذب الرعاه والشركات. طيب احنا كان اعداد 2016 سنتين تقريبا، واحنا هنا سنتين وشهرين. صرفنا كام؟ احنا في اعداد ريو دي جانيرو اللي اتصرف لفتره الاعداد، انا كنت مساعد وزير يعني مش بعيد يعني، 130 مليون و205 931 جنيه للاعداد لفتره السنتين 2014 2016. سعر الصرف ليه بقول بالدولار؟ لان المعسكرات الخارجيه السفر الاعداد كله بالدولار يعني. سعر الصرف 7.60، ده عمل لنا 17 مليون دولار 132 و359 سنت، يعني المبلغ. نعم. الاعداد للسنتين دول. نعم. 17 مليون دولار 2014 2016. نعم. الاعداد بتاعنا اللي هي الفتره دي طوكيو الحكومي. يعني الخاص انا هقوله دلوقتي. الاعداد الحكومي لطوكيو في الفتره اللي قلت لحضرتك عليها اتكلف 263 مليون جنيه 125 ألف، وده دعم حكومي، وانا كمان استخدمت الموارد الذاتيه. ده الوزاره. الموارد الذاتيه زي ما قلت لحضرتك انا بشتغل اقتصاد شويه، فبعرف اجيب موارد خارجيه. نعم. للميزانيه بتاعتي. ده اتكلف في الدولار 16 مليون دولار، يعني 263 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي كلفني 16 مليون، يعني انا التكلفه الحكوميه اقل من التكلفة الحكومية 14 16. ده مبدئيا. نعم. عشان نبقى عارفين. نعم. الدعم الحكومي اللي شامل اعداد اللاعب لرحلة كبيرة عشان يطلع البطولة الاولمبيات. الرحلة دي فيها بطولات عالم، فيها بطولات افريقيا، فيها دورة العاب افريقية، فيها شغل كتير جدا، فيها يعني دور المتوسط، يعني كله على الاعداد والبطولات الاعداد الاخرى طبقا لبرامج الاتحاد الاولمبياد قبل الاولمبياد. أه. والاولمبياد كويس والاولمبياد حتى الانتهاء سواء 14 او دلوقتي بالظبط. اتفضل. ده اعداد كامل 263 مليون مش طوكيو بس، ما قبل وما قبل يناير 2019 لغايه ما انا قاعد مع حضرتك. كويس اتفضل. 16 مليون دولار والفترة السنتين 17 مليون دولار اللي هي كومبير عملية الصرف أو مقارنة الصرف. احنا بنتكلم، أنا قلت لحضرتك بتكلم الاثنين الوزير والأستاذ. اتفضل. طيب احنا عندنا عشان أعمل برنامج الرعاية الخاص اللي هو أنا حطيت ولادنا دول في غلاف وبابلز لوحدها محدش يجي جنبهم، ال 55 لاعب اللي فيهم حاليين ومستقبليين، الناشئ واللي هيطلع انا متوقع عليه. ده كلفنا 64 مليون جنيه من القطاع الخاص. واشرفنا وخصصت معاون وزير ومساعد وزير فقط لهذا الموضوع مع الاتحادات واللجنه الاولمبيه، بنختار الولاد ونحدد اماكن او ايه اللي انا هشتغله عليه. مصاريف المدرب الشخصي، مصاريف طقم التدريبي، الرعايه الاجتماعيه، الراتب الشهري لكل ولد. ده يعني انا بكرر شكري اهي
المؤسسات الموجوده فودافون البنك. انا هقولها في برنامج حضرتك لان دول مصريين ساعدونا. نعم نعم. ففودافون البنك الاهلي المصري، القاهره هشام طلعت مصطفى، بنك مصر، بنك القاهره، وادي دجله عشان كنا نسيناه، وشركات ثانيه يعني. طيب احنا الفند ده نفعنا جدا، نفعنا جدا. اعداد ل 2024 شغال ل 2024، السيستم ده موجود، وحاجات تانية بتاعتنا هنقدر ان احنا نكملها على الاعداد للفتره اللي جايه. طب سؤال حضرتك، احنا جبنا ايه بقى؟ احنا قوام البعثه المصريه في ريو دي جانيرو كان 119 لاعب في 22 لعبه، حققنا 3 ميداليات، ترتيبنا ال 75. انا خدت مقارنه لدوره واحده بس، عندي بعد كده الدورات احنا اللي قبل كده جايبين من زمان كل حاجه بالملي في دراساتنا بالدقه المتناهيه. طب في الدوره دي اشترك 134 لاعب مش 119، كلهم تاهلوا، يبقى التاهل هنا نجاح. التاهل هنا مجرد التاهل نجاح، لانه جاب بطوله افريقيا اول افريقيا. هديك مثال يعني سهل، يعني مثال سهل بسيط. تخيل ان فريق الهاندبول وانا بنظم بطوله العالم هنا ما تاهلش لانه رايح يلعب في تونس وفرقه واحده اللي هتطلع، وده خلاني اروح اسافر والاعداد واجيب افضل مدربين على العالم واقول لهم لا مصر، ودفعناها كوزاره الشباب والرياضه افضل مدرب، ولما المدرب جه عرضه ومشي قلت لهم جيبوا افضل. اتعرض ان هو يبقى بارت تايمر، ان هو يبقى يدرب النادي وبعدين ريال مدريد تقريبا، قلت لا جيب احسن مدرب. طب افرض ان هو ما تاهلش، ما هو ما نجحش بطوله عالم واولمبياد ما بقاش موجود، فكان لازم ينجح، يبقى ده في حد ذاته لازم ما نهدرش هذا الموضوع للاتحادات الرياضيه اللي نجحت او للجنه الاولمبيه او اشراف الوزاره. هنتكلم عن الاتحادات ولكن خلينا نتكلم على الارقام. عندنا اتفضل. عندنا هنا يبقى 134 لاعب بالظبط، 134 ايوه، 23 لعبه رياضيه، زودنا لعبه عن الالعاب الثانيه. هنا حققنا 3 ميداليات. الكاراتيه ولا الكاراتيه؟ الكاراتيه حققنا هنا 3 ميداليات.